حساء الكراث والبطاطا يكفي 6 أشخاص. المقادير: نصف كيلوغرام كراث منظف ومقطع شرائح بسماكة 0.5 سنتيمتر، نصف كيلوغرام بطاطا مقشرة ومصفاة ومقطعة قطعا بقياس 1 سنتيمتر، 850 ملليلتر أو 3.5 أكواب ماء، ملعقتان صغيرتان ملح، ورقة غار، 3/4 ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف، 3/4 ملعقة صغيرة زعتر مجفف، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون أو أسود، ملعقة طعام ونصف زيت زيتون بكر ممتاز، ملعقة صغيرة من صلصة الصويا، 350 ملليلتر أو 1.5 كوب مرق دجاج، 250 ملليلتر أو 1 كوب كريمة طازجة سائلة، 250 ملليلتر أو 1 كوب حليب، ملعقتي طعام بصل أخضر مفروم. طريقة التحضير: نضع نصف مقدار الكراث وكامل مقدار البطاطا وكذلك الماء والملح والأوريغانو والزعتر والفلفل وورقة الغار في طنجرة على نار متوسطة. بينما تنضج البطاطا، نقلي ما تبقى من البراصية بزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة ل10 أو 15 دقيقة مع التحريك. نضيف صلصة الصويا إلى البراصية بعد أن يتحمر. يجب الحرص على ألا يصبح جافاً وهشاً أو بلون أسود. نتابع الطهو برفق حتى يأخذ الكراث لون الكراميل بشكل متجانس. نضيف مرق الدجاج إلى البراصية ونسكب هذا الخليط بحذر في طنجرة البطاطا. عندما تصبح البطاطا طرية وسهلة التفتت، نرفع الطنجرة عن النار ونخرج منها ورقة الغار، ثم نهرس الحساء باستخدام خلاط كهربائي بشكل خشن. نضيف الكريمة والحليب مع الخفق، نترك الحساء يغلي بهدوء ونرفعه عن النار، نزين بالبصل الأخضر ونقدمه.